بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة الأعزاء، قادة القوى السياسية، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم كل الترحيب في هذا اللقاء الأخوي المسؤول، وأود أن أسجل عظيم الشكر والامتنان لقبول هذه الدعوة والحضور في هذا الاجتماع الذي يخص محافظة عزيزة على كل العراقيين. محافظة كركوك لها وضع خاص، تمثل عراق مصغر وتمثل هاجس لكل الخيرين والوطنيين في أهمية المحافظة على الوحدة والأخوة والاستقرار، وأن ننهض بهذه المحافظة بما يليق بمكوناتها الكريمة وأهلها، ويحقق تطلعات وآمال المواطنين في محافظة آمنة موحدة مستقرة. لله الحمد، بجهود كل الخيرين أنجزنا واحد من أهم الاستحقاقات السياسية التي تعطلت منذ عام 2005، ألا وهي انتخابات مجلس المحافظة. هذا الاستحقاق الذي جرى بكل شفافية، فوجئنا بالمشاركة أيضا الواسعة قياسا لباقي المحافظات. المبادرة اليوم في عقد هذا الاجتماع مع القوى السياسية التي حظيت بثقة أبناء المحافظة، وتشكل المجلس بعد المصادقة، مجلس المحافظة بعد المصادقة الرسمية على النتائج، أمامنا استحقاق مهم وهو تشكيل الحكومة المحلية، منصب المحافظ، المنصب التنفيذي الأول ونائبي، وكذلك انتخاب رئيس مجلس المحافظة ونائبه. لكي تنطلق هذه الحكومة المحلية تواجه استحقاقات كثيرة وملفات مهمة، مما يعني أنه أمامنا سجل حافل بمهام واستحقاقات مهمة. هذه ما تحتاج فقط قرارات تصدر من هذا المسؤول أو ذاك، بقدر ما تحتاج إلى موقف وطني موحد يدعم هذه القرارات وينفذها بالشكل الذي يحافظ على الدستور ويحقق العدالة والمساواة، وهذا قطعا سينعكس على أبناء المحافظة الذين واجهوا سنين من المعاناة والتضحيات، و كان آخرها إرهاب داعش. أنا لهم أن ينعموا بهذا الاستقرار، وإن شاء الله نحن لدينا ثقة أن هذه القوى السياسية وهذه العناوين الوطنية من مختلف المكونات الكريمة وأطياف الشعب العراقي قادرة أن تحقق هذا المنجز، وتبعث برسالة ليس فقط لأهالي كركوك وإنما لكل المحافظات وأرجاء العراق.